عم نتابع سوا عالم الصباح لليوم. فينا ننتقل عند دومينيك لحتى نكون عند شيف فيصل. رح ننتقل عند شيف فيصل. انا هون. اهلا وسهلا. كيفك اليوم؟ لانه انا ما شفت كاميرا قريبه عليك. صباح الخير. هيك بنشتغل عن جديد. وايد انجل. كله تمام؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ ايه. نحن كنا بلشنا بالوصفه وعملنا شيء هيك الماسيريشن او المارينيشن اللي هي فريز مع عصير الاورنج وعصير الحامض وعصير الدراء، وقلنا فينا نحط تكيلا او تريبل ساك مثل ما هن بحبوا المشاهدين. أوكي. رح نحطهم بالبلندر وشايفي كيف انهم مفرزين. اوكي. هلا هو السكرات فينا نحطوا سكر زياده كمان. ما مش في مشكله كتير بس سكر. ايه ايه طبعا مش كثير. فينا نحط سكر زياده و فرزوا كثير. فرزوا كثير. وعدا عن هيك في عندي انا حاطط برش ليمون، وطبعا فينا نحط جوزة الطيب ورح نخليها تشتغل المكنة اكثر. ما بعرف اذا بس أوكي. ما رح نقدر من بعد غدا هلا من بعد ما ياخذوا بعضهم مزبوط بيطلع فروزن. رح نحطهم بفروزن بول. نقطع فريز على الوجه، نحط لهم نعنع فينا، واكيد تشيلد ستروبري سوب اكيد. يلا ميرسي لك. رح نخليك تتابع بتحضيراتك لليوم. انما رح نكون هلا مع دومينيك. صباح الخير دومينيك. وتي في شوبينج. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ كيفك انت مستعجله؟ بدنا في اناناس معنا، في قهوه نقص وهيك. اليوم عنا ثلاثه ايتمز غاده: السليك، السنيك كومبلكس، والباينابل تويست. بس لانه الباينابل بدنا نوسخ ايدينا بعدين فيها، بتركها لاخر شيء. لاخر شيء اكيد نختم فيها. هلا بدنا نحكي عن، بنبلش بالسنيك كومبلكس اللي هن عباره عن كريم حكينا عنه قبل. هيدا الكريم هو معمول من خلاصة سم الحية، مثل ما بنسمع سنيك كومبلكس. بس كيف يعني سم الحية بدنا نحطه على وجهنا؟ هو انفاكت شيء كتير كتير مغذي، يعني فيه كتير انزيمز وبروتينز بغذوا الوجه لدرجة انه فينا نحطه على كل وجهنا. بس هو شو شغلته؟ لانه معمول من سم الحية، شغلته انه يشل عضلات الوجه يلي بتسبب بالريد الغماق على المدى الطويل. هلا نحن تنستعجل ودغري بدنا ذا بيرفكت لوك، بنروح نعمل ابر ونتكلف كثير ومنتوجع اوقات، وفي كثير اوقات ما بينفعوا او بيطلعوا اكثر من ما نحن بدنا. اكشلي وبعدين في الرقبه والايدين، هن المحلين يلي بيفضحوا العمر كثير، وبعد لهلا ما في مثل الوجه اشياء بتخبي. سو هيدا الكريم شغلته مثل ما كنت عم بقول انه عامهله، بس ديفنتلي ببلش يخفف من الريد يلي عنا اياهم. هلا وين المحلات الضروري نحط فيهم على وجهنا؟ حوالي العيون اكيد، ونشبع نشبع منيح. على الجبين، محل ما منعلي في عنا زياح، محل ما منجقر على الجقره. حد التم فوق الشفتين، لان في اوقات بيزمزموا هنيك. اذا بنضحك كثير عنا علامات على الوجه، هول كلهم فينا نحط منهم. هلا فينا بس نحط على الريد، مثل ما انه فينا نغذي وجهنا كله فيه، مثل كريم دو جور وكريم دو نوي، بس بدنا نستعمله بانتظام مرتين بالنهار. اوكي. اه على بكره وعشيه. على بكره وعشيه، والايفكت تبعه ما ببلشوا يبينوا قبل ثلاث جمع. سو بدهم يطولوا بالهم، مش انه من ليله لضحاها نحط جمعه نطلع بالمرايه بعدهم، رح يضلهم. بس شوي شوي، لانه الايفكت تبعه بطيئه، بس اكيد بتعمل ايفكت، بس ابطا بكثير من غير اشياء بنستعملهم كرمال نسرع هيدا. سو هيدا مثل ما كنت عم بقول، الخلاصه تبع سم الحي بتشتغل على العضلات يلي بنعملها بوجهنا، وشوي شوي بتبلش تخففهم. هلا العلبه بيجي فيها اثنين مثل ما عم نشوفهم هون، حقهم 74 دولار، وهول شغل هولندا، سو ديفينتلي مدروسين كثير وقاطعين على الرقابه يلي بنعرفها كثير شديده ببلدان اوروبا. واذا بدنا اللوك يلي هيك منفخ وفيه نضاره، بتحسي في شيء ملمع بوجهها، في شيء هيك ديفرنت، انا بنصح ينحط على كل الوجه.
اوكي. ما هو واحد ما راح يقعد يقسم، خلص بتحطي بتحطي. هلا في منهم بيقولوا لك عندي الكريم تبعي ما بغيره، فيهم ساعتها يستعملوه بس على محلات الريد، بس أوكي. انا بنصح ينحط على كل الوجه، ومثل ما كنت عم بقول مرتين بالنهار، على بكره وعشيه، وقبل ثلاث جماع ما بيبينوا الريزلتس، بس ما يوقفوا يكملوا عليه لانه دفنتلي بعد فتره راح يبين. اوكي المفروض يقديهم تقريبا شهر، يعني حسب المساحه، اذا عم بيحطوا على كل الوجه بيقديهم اقل، ايه شهر اكيد شهر. اكيد شهر. اذا عم بيحطوا على اقل بس على المحلات بيضينهم اكثر. فينا نحط على الرقبه كمان بننتفع كثير، اول شيء بنغذيها لانه فيه كثير بروتينز، ثاني شيء بنخفف التجعد يلي بيصير، بس كمان نستعمله مش مره ايه مره لا، فرد مره نحط وجهنا ورقبتنا ونقعد، فينا نرجع نحط لك الميك اب تبعنا واللي بدنا اياه بس يشربوا جلدي على مهله. اوكي سو هيدا حقه 74 دولار. الايتم الثاني اللي بدنا نحكي عنها هي السليك، يلي هي مكنه بتشتغل على الخيط كرمال تزيل الشعر والوبر يلي عنا اياه بوجهنا. هي صغيره مهضومه كثير، في هي العلبه تبعها مثل بوات الونات بتجي فيها، يعني فينا ناخذها معنا اذا مسافرين محل ما بدنا، ما بتاخذ مسافه يعني ما بتاخذ محل. هي عباره عن هيدي المكنه اللي عم نشوفها هون، ما قلنا غير نكبس على كعبه ورا، هيدا الخيط عم بيشتغل هون بالعرض، يعني كل ما نكبس الخيط عم بيقطع من اليمين للشمال، بهالطريقه بيكون عم بيقيم الوبر يلي بدنا اياه. بس المهم المسافه يلي المساحه يلي عم نشتغل فيها ان كان الوجه او فوق الشفه او شيء نلقطه مزبوط حتى ما يقرصنا الخيط. اوكي اوكي بس هي هي وكثير سهله استعمالها، فينا حتى اذا عندنا وبر على صبيعنا او شيء نمشيه عليه، كثير كثير سهله استعمالها، ولانه معمول من خيط معرض انه ينقطش، في عندنا هيدي الروشانج كلهم هون مع الخيطان تبعهم، والكتالوج يلي بقلب العلبه يلي هو بيعلمنا، في عنا ستابس من 1 ل 10 بيعلمنا كيف نعبي الخيط من الاول للاخر، يعني ما في شيء ابدا بيلبك او كيف واحد بده يستعملها، ما قلنا غير تو فولو ذا ستابس وبيمشي الحال. اوكي هيدي علبه السليك حقها 25 دولار بس، وكثير مفيده وقت بنبلش نتعود عليها ونشتغل فيها خاصه اذا مسافرين. هلا حد هلا كلهم بيمشوا بالجزدان، ايه هلا هدول ماشيين بتحطيهم والسليك خاصه هلا بالصيف نقي لنا كل القصص الصغار اللي بتحط بالعيونك. اوكي اخر ايتم بدنا نحكي عنه هو الباينابل تويست، يلي هي بس هاي هي المكنه فيري سمبل بس مفعولها كثير كبير، لانه في كثير عالم بتحب الاناناس وهو كثير مفيد ومغذي وبيعمل عنده فوائد تبعه كثير قويه، بس الشغله فيها انه بتشوك وثقيل قصه خاصه نحن بعضلاتنا وايدينا. ويلا شفايسه قصيت اليوم الاناناس عندك ولا بعد؟ يي هلا لخلص منها انا بعيدك اياها. عندنا ايه فينا نزعبر ونعطيك اياها، راح نقص ونقص ونستفيد ونفيدك اليوم ونفيد وناكل كلنا. ايه في مقصوص مش متقلق. لا بدنا نقصها، انا بدي افرجيك كيف بدي قصها. هيدي الباينابل بنقص لها راسها بالاول كرمال نقدر بعدين نقيم القلب كله تبعها. اوكي هلا نحن شو لازم نعمله، السنتر تبع هيدي المكنة هون في عندها هون مثل شفرات، اوكي؟ هاي بدنا نفوتها نجرب نعيرها على النص تمام تبعها، لانه نحن وعم نبرم نزول بدنا نجرب ما تفتل حتى ما تجرح او تقص الجنب تبع الاناناس، اوكي؟ سو هيدا ما خص خاطري ما في شيء نرجع نلبسه تنفرجي انه مش من المكنه. هلا عنا نكبس نزول ونبرم. نكبس ونبرم، اكيد بدها اخف عضل من انك تقعدي تقصقصي الاناناس مثل ما هي من برا. برافو يا دونينيك. ايه عم بقوي عضلاتي غادة. انا عم بجرب هلا انزل كله لتحت نزول، اذا بادي بيلدينج اكيد هلا لازم شغل ميت الشمال بتبعك بعد شوي. إذا بدنا نرجع نستعمل الأناناس لتحطي فيها جوس إذا بدك، تعملي فيها آيس كريم،
شو ما بدك فينا نرجع نستعملها لانه اتس فيري استاتيك، خاصه اذا عندك سهره وجايين عالم او على البلكون من بعد البحر كثير بتطلع مهضومه. ما منكب وصلتي على الاخر للاخر، وصلت على الاخر لانه مش ما بدي اكسرها سو ما مش رح اوصل لتحت تحت. هلا من بعد ما نكون حسينا انه نزلنا منيح لتحت بدنا نسحبها طلوع. برافو دومينيك، برافو. بدها زقفه، ما تقولوا لي انا بدها عضلات. هيدي امتى وليك كيف شو حلو غاده وحياتك شا طلع. هلا ما بتحلف وحياتك على كذب دومينيك ابدا ابدا ابدا. شوف بعيونك ليك شو حلوين غاده، ما قلنا غير نسحبهم يا حني، مقصوصين كلهم قد بعضهم بتجنن وبتشهي يعني هيك مثل رول. وهيدي الاناناس لانه كثير حلو شكلها هيك، اول شيء بعد باقي بقلبها كثير جوس، يعني فيك تحطيهم بكبيه وتشربي الاولاد، هيدا 100% ناتشرال كله غذاء. وبعدين اذا على بالك تحطي فيها مثلا ايس كريم بتعبيها بترجعي بتسكريها بتعبيها بتقيمي بتقصي هيدا القلب تبعها وبتحطي، او اذا عاملي كوكتيل جوس بتحطي الشاليمو طالع منها هيك، بتقدمي اثنين ثلاثه كثير اكزوتيك وهيك اتس اوريجينال. اوكي وبنكون نحن نزلناها هون، ما قلنا غير نرجع نصوبنا ونحط الماسك تبعها وخلصت القصه. عظيمه جدا. الباينابل تويست حقها بس 25 دولار وكثير مفيده وكثير بسرعه، يعني بتقص الاناناسات بلا لبكه وبلا شيء ثاني. طيب نحن قبل ما يركض الوقت فينا ركض، بدنا نرجع نذكر ركض ام بالحكي؟ بالحكي. هو اذا ركض منيح بيصرف كالوري بس مضبوط. السنيك كومبلكس هو عباره عن اثنين كريمات حقهم 74 دولار، السليك بتقيم الوبر والهي خيط يعني بوسطة الخيط حقها 25 دولار، والباينابل تويست بس 25 دولار والافيه تبعها كثير قوي وحلو بتشهي لاكل الاناناس، وكلهم واصلين لعندكم بدون اي كلفه اضافيه. ميرسي لك دومينيك، بون ويك اند، بنشوفك الاسبوع اللي جاي وحتى نتابع فقراتنا رح نكون هلا مع فيا لاين. صباح الخير. صباح النور. كيفكم اليوم؟ الحمد لله. مصطفى كمان صباح الخير. بعد شوي رح يختفي مصطفى، ما بقى معودين عليه نحن هيك. انا بدي رايي صرت فتش انا وين مصطفى وين مصطفى ما بقعد بلاقيه. الحمد لله هيدا شيء نحن بنفرح فيه طبعا لما ناخذ شهاده من حضرتك ولما كمان كل الناس عم يشوفوا مصطفى عم يشوفوه كيف عم ينزل قدامهم، هيدا شيء بفرحنا جدا و مفيد جدا لصحة مصطفى. أي أكيد. يعني كتير مهم انه مصطفى يخسر هذا الوزن، مش بس للشكل وللجمال ولهذا، اكيد كمان لصحته هذا هو الاهم. طبعا احنا بلشنا نحكي عن مصطفى بس بدنا نحكي عن في اي لاين اليوم يلي هو الاساس بانه مصطفى عم بيقدر انه يخسر وزنه. فينا نرجع طبعا نذكر ونعرف المشاهدين بعد يلي ما ممكن ما بيعرف شو في اي لاين، كيف بيتاخذ وعلى اي اساس. في اي لاين برودوي طبيعي 100% ما بيدخل فيه اي عناصر كيميكالز ممكن تسبب اضرار للجسم، بيعتمد بالاكتيف انجريدينتس تبعه على الزعفران. الزعفران واحد من اهم العناصر اليوم واغلاها بعمليه، من اغلى 10 عناصر يتم استخراجها الزعفران، اسمه الذهب الاحمر، كثير مهم كثير مركز، بيساعدنا على كبح الشهيه بشكل اساسي، اضافه لانه بيعلي من هرمون السيروتونين. هرمون السيروتونين هذا هرمون مسؤول عن كبح الشهيه وعن المزاجيه. في ارتباط جذري اليوم بين مزاجنا كأشخاص وبين تحكمنا بشهيتنا، عم نقدر نتحكم بشهيتنا بدون ما نلجأ لمواد كيميائية ممكن تسبب لنا أضرار. هيدي نقطة مهمة، كتير مهم إنه اليوم طبعا لأنه بتعرفي لما تاخدي اليوم أي شيء في كيميكالز إذا ما شفتي الكونتر إفيه تبعه هلا حكما رح يبين على المدى. اليوم عم نقدر نعمل نحن ضبط للشهية بشكل كتير مهم وبشكل كتير مدروس، مثل اللي عم بيصير مع خينا مصطفى، عم بيقدر ينزل وزنه، عم بيتخلى عن السناك اللي عم بيعمله بين الوجبات والعشاءين. خلينا نشوف هالريبورتاج ونرجع نتابع. يلا. مصطفى انت كنت 134، هلا قد ايه صرنا؟ هلا 129 تقريبا. 129، وانت حاطط براسك انه في اراده وفي قوه وفي بدنا نظبطها. ضروري. ايه ما بدنا نبخر ابدا. خلينا نشوف مصطفى قد ايه هلا الوزن. 129 على الأد. في لاين ارتحت كثير، بطلت اكل كثير، بطل يجي على بالي الشوكولا كثير.
يعني مرتاح جسديا، مرتاح، صرت انشط، حركتي السريعه اكثر. بدي اعزبك على الميزان اللي عايشتي. نحن كل البرودويات اللي بنجيبها نحن دائما بنستعين بتيمونياج على الهواء، وكلنا كنا نشوف كلنا نجيبهم اسبوعيا ويمرقوا على الميزان وينشاف. هذا الشيء اللي على الارض. شو عندنا هون؟ خلي راسك عالي ما تزعبر. عندنا 121 كيلو ونص. 121 ونص. قد ايه صرنا على الميزان؟ هات نشوف. يلا. يلا ها نشوف هلا. 120 كيلو. ايه قول بس عن 3 ايام يعني. 120 كيلو يعني عم يعمل تقريبا نص كيلو بالنهار يعني. ايه. هذا شيء طبيعي. صحيح صحيح. مصطفى مرق معنا. لا عن جد رح يختفي يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء هذا الاخر يوم. كان يوم الثلاثاء وكان 120 كيلو. هلا رح نشوفه. تفضل مصطفى. قبل ما نرجع نسألك كل الأسئلة المعتادة تبعيتنا، أعطينا رقم. 118 كيلو. 118. خلينا نسجل لك 118 كيلو على اليوم السبت. صحيح مصطفى. بس أنا بدي أعرفه أنت يعني هالوقت واحد بينزل هالقد بسرعة، بتحس دغري؟ بتحس حركتك هيك خفت؟ حاسس حالك ثيابك مغيرين إلى آخره؟ لأنه أوقات بيقولوا إنه إذا واحد نزل بسرعة شكلا وهيك ما بحس دغري بهالتغيرات. أكيد كل شيء تغير بحياتي. نشيتي، نقلتي، شغلي، كل شيء تغير. وثيابي اكيد بلشوا شوي وصاروا علي. مبسوط كثير اكيد بهذا. اكيد مبسوط بالشوبينج ما انا عارف. اهم شيء النقطه الاساسيه انه منه مزعوج، هذا الاهم. عنده نشاط، عنده الطاقه، وهذا الاهم اليوم بعمليه خساره الوزن. اليوم مصطفى ما بس عم يخسر وزن، اذا ملاحظه حضرتك عم بيخسر حجم كمان، وهذا الاهم. يعني هذا اليوم جسمه كلياته عم بيضب كله سوا وعم بينزل من وزنه. عنده الطاقه، عنده النشاط، عنده القدره انه يمشي، يعمل الرياضه، يعمل يلي بده اياه. طبعا اليوم عم بيستخدم برودوي خف اكله كثير، مثل ما نحن مثل ما عم نتابعه ومثل ما عم نعرف، ما بقى فيه كميات هالافراط بالاكل اللي كان عنده اياه. عم بيقدر يمشي وهذا الاهم، عم بيقدر يساعد حاله تيقدر يخسر وزن. مفترض انه يمشي، وهذا الشيء يعني ما عم بيقدر يلاقي الوقت بشكل كثير كبير، ممكن عم يعمل مره او مرتين بالجمعه، بس عظيم جدا يلي انه عم بيقدر يخسر وزن. يعني من يوم الثلاثاء من 120 كيلو ل 118 حدود أربعة أيام، أربعة، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، واليوم أربعة أيام تقريباً. أربعة أيام عظيمين جداً. يعني أنا بدي أعرف تفاصيل نهارك شوي، أنه كانت يطلع على بالك مثل ما قلت بالريبورتاج بدي شوكولا، بدي كذا، بدي لقمش إلى آخره، ما عم يطلعوا على بالك أبداً، أو عم تاكل الكميات أقل، أنه عم تحرم حالك من حاسس أنه أنا لازم آكل مثلاً اليوم شوكولا، أو بتضل بتقطع هيك وبتستلز فيها إذا كمية قليلة؟ لا، حرمان ناحية الأكل أكيد لا، كل شيء عم باكل، بس طبعاً وجبة كثير صغيرة صارت علي، بس حلو شوكولا أكيد هودي أنا وقفتهم. وقفتهم كليا لانه ما بيطلع على بالك اصلا. انا وقفتهم كان عندي السكر 127 وهلا زنت 95. فقررت ما بقى اخذهم. هيدا قرار كثير كثير مهم يعني. طبعاً كان يعني لازم كان مشروع سكري، يعني لما يكون عنده 127 يعني تخطى الليمتس المعين يلي ببلش يخوف. مفترض كان انه ينزل دغري، ينتبه، يوقف هيدي الامور، والحمد لله هلا صار 95 السكري عنده. يعني ان شاء الله ما بدنا نوصل الى غير اشياء. يعني هلا الوزن الزايد او المشاكل الصحيه كلنا بنعرف شو وقع على الارض هذا الاسبوع. أكيد عشناها شوي هيك بازمه صحيه، وفقدنا زميلنا زكي. ما بدنا مسكين الله يرحمه نفقد حدا ثاني لاي اسباب او مشاكل صحيه. لا تاني. اكيد الشخص مفترض انه يبلش ينتبه، يعني خاصه يعمل فحوصات دائما، وما في شيء بيمزح فيه، خاصه يعني البدن اليوم مشروع مشكل صحي كثير كبير. ما نحن ما ننبسط حتى بالاطفال يلي بينبسطوا فيه بيقولوا له خي صحته منيحه وهيدا. لا، هيدا مش دليل ابدا انه هيدا شيء صحي. يعني حتى اذا كان عنده وزن زايد انه صحته منيحه وبياكل تنبسط فيه، وانه بكره اذا ضعف بيخسرهم ضرب واحد. لا، مفترض انه يكون بالوزن اللي هو لازم يكون عليه، لا اكثر ولا اقل، ان كان صغير ولا ان كان كبير. يعني بتعرفي اليوم لما يصير الواحد عنده بطن وهيدا البطن مجمع عليه كميات كبيره من الدهون، بعد شوي بيقدر يحط فنجان قهوه عليه من فوق. فكل هيدي الامور، هذا مشروع سكري لانه ببلش الانسولين يتغير، ببلش سكري بالدم، ببلش الامور والمشاكل الصحيه يلي بتوصلنا بعدين بنقول اخ شو عملنا
يا ريت لحقنا حالنا من قبل. قد ايه بدنا نضل نلاحق مصطفى؟ شو بدنا نخسره بعد وزن مصطفى؟ نحن متابعين معه، مفروض يوصل. يعني نحن اليوم متابعين مع مصطفى وعم نفضل دائما، يعني عم تلاحظي شغلي انه عم يجي اسبوعيا مصطفى لما يكون في وقت وعم يصحلنا وبيطلع على الناس وعم بيتابعوه. نحن ماشيين معه للاخر ليوصل للوزن اللي هو بده اياه. بقرر انا صرت مرتاح مع نفسي ومثل ما بيقولوا كتر خير الله، وهذا المطلوب. شو حابب انت بعد كم كيلو تروح؟ انا كنت حابب 50 كيلو، كنت 134. اوكي هلا نزلنا، يعني هلا من 134 ل 118. عن جد فعلا انجاز، انجاز الحمد لله. هذا الشيء بيثبت مصداقيتنا وشفافيتنا. ما حبينا ابدا، يعني اليوم بتطلع بتحكي عن البرودوي بس الناس كمان كلياتها بتحب تشوف شيء على الارض، بتحب تعيش هيدي الاكسبيرينس اللي عم نعملها مع مصطفى. نحن مثلنا مثل كل الناس، عم نجيب مصطفى صدقيني هلا بنوزنه هون، يعني عم نطلع عليه قدام كل الناس معنا. بيضل بياخد الفي اي لاين بنفس الريت، نفس التريتمون، عم بيضل ماشي يلي بيضل هو ماشي يلي هو حبتين كل يوم على الريق الصبح، بس حبتين كل يوم على الريق الصبح مع كبيتين مي. هذا الشيء مطلوب جدا لحتى يحافظ على النشاط ويحافظ على القوه. نحن اليوم مرتاحين جدا بهذا التريتمون اللي عم بيعملوه، اللي هن 70 ملي جرام بالنهار، عم يمشوا معه 24 ساعه، قدرنا نضبط الشهيه ونكبحها، وهذا الاهم. خلينا له هو بال يعني شخص مزاجه مرتاح، لانه اذا توتر او صار عنده قلق اكيد فورا بس ينزل السيروتونين، رح يرجع ياكل بده ياكل. وبدي ركز على شغله كثير مهمه، ثلاث ارباع ادويه الاعصاب بيدخلها الزعفران والسيروتونين، بيدخل بتركيبتها، كثير مهم هيدا البرودوي وكثير اساسي. طيب عم تحكي انه هذا البرودوي طبيعي 100% الى اخره، في ناس يمكن هلا عم تسمعنا تقول انا بركي اذا اخذت اربع او ست حبات بالنهار بخسر اكثر، خلينا يعني نوضح الصوره. لا لا. لانه في ناس يمكن هيك بتاخذ قرار من حدا بتقول ما راح يضروني، انه هيك طبيعي وما فيهم اي شيء. هلا هني طبيعي وما راح يضروا فعلا. أوكي. فعلا، بس نحن لا بدنا نركز على التريتمون، مشان هيك نحن بنفضل اي شخص عنده اي سؤال، اليوم في اكيب من اخصائيين تغذية موجودين عنا بالشركة بيقدروا ينصحوه، بيقدروا يساعدوا الشخص للآخر، شو ما كان عنده أي بروبلام بيتعلق بعملية البدانة والوزن بيقدر يراسلنا، بيقدر يتصل فينا بالفيسبوك. نحن موجودين وقريبا رح يشوفوا شيء كتير جديد ما رح نحكي عنه هلأ، مشان لأنه بتعرفي نحن كتير بنتعرض لمشاكل التزوير خاصة بفيا أناناس وبفيا فنحن إن شاء الله في خطوة جديدة رح يشوفوها، وراح تكون راح نتواصل مع كل الناس مباشرة وراح يعيشوا معنا كأنه نحن موجودين معهم. اهلا وسهلا فيك. مرسي. طبعا مرسي. مصطفى كمان يعطيك الف عافية، اكسبيرينس عن جد، يعني كنت هيك ناطرة يمكن هيدي الوقت اللي صار، اضافي لأنه هو شخص يعني اليوم بدك تقرري بالموضوع. بدي انا يعني اول شغلة انا قلت له لمصطفى بدنا نصلح هون لنصلح هون، مصطفى اخذ القرار، انتم شو ناطرين؟ مفترض انكم كلكم تاخذوا كل واحد القرار، ياخذ قرار لحتى يبلش يدير باله على صحته. ميرسي لكم، بون ويك اند كمان، بتعرفيكم الاسبوع اللي جاي. بريك صغير ونرجع نلتقي. ثانك يو.